للظلم، لا للظلم، حسبي الله ونعم الوكيل. بكينا كحسيت براسي كراجل وكنبكي في فيديو حشومه عيب. بكينا كحسيت براسي كراجل وكنبكي في فيديو حشومه عيب. عيب هاد الراجل كيبكي وما تاخذوش لي حقه. الا ما ندي ولادي للدار ونشعل فين نشعل في راسي العافيه انا ولادي، الله يعطينا اصلا احنا ميتين ميتين. اخويا احنا جينا اليوم هنايا كنطلبوا من سيدنا ياخذ لنا حقنا، كنطلبوا من سيدنا ياخذ لنا حقنا. هاد السيد كيتعدى علينا، معدي لي على الوالد ديالي، الوالد ديالي انا 7 سنين ولا مع 8 سنين، دابا هو خدام في العسه ديال السويقه، واليوم اليوم في الصباح ريب ليه براكته وعاطيها ليه القايد اللي عاطيه الحق باش يحط البراكه. كيعس على الحوانت، الناس كلهم كيعس لهم على الحوانت ديال في عمره 70 عام، ريب ليه البارح بالليل البراكه وتعدى عليه. هذا السيد كيسكن حدانا، داير الكلاب، داير الزراوط، السكينه كامله كتخاف منه لدرجه انك الا مشيتي تشدوي حتى حد ما كيقد يهدى. كيمشي كيتشدوه، راه شدوه البارح تلقوه. مو كتقول لك انا عاطي عليه 3 المليون، عطي عليه حتى 4 المليون، ما عنديش المشكل، يضربكم يشلخكم يقتلكم، المهم انا غنخرج ولدي. حنا كنطالبوا من جلالة الملك ياخذ لنا حقنا، حنا صافي ما بقيناش قادين على حتى شي حاجه، فين ما كندقوا على شي باب كيتسدوا علينا البيبان. اليوم ولينا كنطالبوا حقنا من سيدنا، لكن انت كتسمعنا سيدنا خذ لنا حقنا. انا كندوي على الوالد ديالي، اما شي حاجه اخرى ماشي سوقي فيها. يفرق عليه الوالد ديالي، الوالد ديالي عنده 70 عام ماشي قدو باش يبدا يضربوه ولا يدافعوه ولا حشومه. هادشي وراه حنا ولينا ولادنا كنخافوا عليهم، راه ولادنا ولينا خويا كنخافوا عليهم، راه لا اله الا الله، راه وليتي كتختم غادي وكتلفت وراك، ليتهم جاي لك شي واحد كيقول لك انا هو السبع، سميتو هو السبع، هو سبع مني خويا، هو سبع. حنا راه غير ضبوعه، حنا كنطلبوا دابا اللي فوق منهم ياخذ لينا حقنا، حنا هادشي اللي بغينا، بغينا غير حقنا، ما بغينا بغينا السيد يعطينا اتساع، يفرقنا عليه قبل ما طيح شي روح. سمعنا قال لك ملامين ديال السوق. هو سيدي قال لك القايد حطو، ومني كنمشيو عند القايد نهضروا معاه كيقول لك القايد انا داك السيد مسلكني وعاجبني، انا كيربي الناس في السويقه. واش كيربي الناس؟ واش بنادم راه كاري ب 22 ب 23 حتى 30,000 ريال كيبيع الربيع، تجي انت تقول لي 400 ريال في النهار 600 ريال في النهار؟ علاش؟ ملي كنجيو نهضروا معاه مشاو الناس اللي هضروا مع القايد مشاو كيطلبوا فيه لدرجة أنه ولا كيسمع لك وما كيطبق حتى شي حاجة، اللي في راسو القايد كيديرو ما على بالوش، كيقول لك أنا القايد شاريه، أنا القايد في يديا، أنا القايد كل سيمانة كنقطع حولي ولا نشافرو ولا ما عرفت شناهو ونمشي نشوي ونعطيه ليه. فين مع من باقي غدوي؟ مع من باقي غتهضر؟ مع العلم في دورة الحق والقانون. ما بقاش أخويا لا حق لا قانون، من وصلنا حتى لهذا الشيء راه ولينا كنخافوا على راسنا. فين هو الحق وفين هو القانون؟ فين هو؟ يبان علينا الحق ويبان علينا القانون. واش مرة داربها دير 26 غرزة، ضارب مرة راه هي ضاربها دير 26 غرزة في يديها، فين هو هذا القانون هذا؟ ضاربها بموس ولا مع ضاربها بزيزوار، راه هي هازة يديها هاو خارج كيتسارى خو الصباح ريب البال براك ومشى ضرب راسو وقال لهم راه على خويا انا اللي ضربو، خويا انا ها هو معانا، كيفاش دار السيد تضربو؟ كيفاش كيضربوا راسهم ويقول لك حنا راه ضربناهم، يقول لك حنا خويا حنا ما قادين على الصداع، ما قادين على المشاكل، ما التجئنا لهاد البلاصه الا واش بغينا حقنا، حنا بغينا المخزن ياخذ لينا حقنا. حرام عليكم، حرام عليكم، سرجوا علينا كرفصه، ضربني وما خديتوش ليا حقي وخرجتو من المحكمه، ودابا هو يضرب خو راسو ودخل لكم بزريه باغي يصيفط لي انا الحبس، انا ما ضربت ما والو، انا مضروبه، انا مضروبه الكتفي، ما ضربت ما والو، باغي يصيفط لي الحبس. سيدي عثمان حنا تهجم علينا شخص واحد، هاد العائلة كاملة اللي خارجة ماشي عائلة وحدة، أربعة العائلة تما، شخص واحد هو وخوه مركب فينا الرعب، ما كملوش هما وخوه ولاو دابا عصابة، ستة جايبين إلطرات جايبين، علاش فين الحكومة؟ علاش أنا دافعة سيرتافيكا؟ المرة دافعة سيرتافيكا في 26 يوم، أنا في 20 يوم ولو تكون فيها غير 10 أيام، خاص يبان حقي، حقي فين هو كاميرا؟ فين هو وانا في بلادي
واش انا ماشي مغربيه واش نوريكم لاكارت؟ خصني انا مغربيه عباد الله. واش علاش راه في البلاد الاخرين راه كلبوا دايرين لي الحقوق؟ حنا ما عندناش الحقوق. علاش ما عندناش الحقوق؟ حنا كنطالبوا من سيدنا. انا رساله لحقاش طلبت من المسؤولين وما داروا معايا والو. انا كنطالب من سيدنا السيد الحموشي يدير لينا شي حل لحقاش انا عيت. وانا اقسم بالله وكنعاود نقول اقسم بالله وما يديروا معايا حتى شي حل قسما باسم الرحمن. الا ما ندي ولادي للدار ونشعل فيهم نشعل في راسي العافيه انا ولادي الله يعطينا. اصلا حنا ميتين 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 ميتين. راسي 3 شهور هو بارك بسبابه من الخدمه. 3 شهور ما كناكلو معاهم ولا كره 3 شهور ويتسنى الموضوع. 3 شهور ويتسنى بسبابه. حنا باغيين شي حل لهنا وبس. تعدى بزاف 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 بزاف. انا كنهضر بواحد الطريقه دابا اللي انا كنهضر وكنترعد بزاف. هاد السيد اشنو يكون في مك الله؟ ولد واكيل ولد شنو؟ بغينا نعرفوا السيد شكون شكون. ولد من ولد من؟ كايها الناس عنا بحالو خذوا لنا حقنا. وهذا هو الكلام. السلام عليكم. انا كنقول المسؤولين الله يرحم الوالدين وسعادة الوكيل. حنا في محكمة المدينة في السيناف الله يرحم الوالدين. اقسم بالله ما بقى بالي حتى حل. غنمشي ندخل محالي وغنشعل فيا العافية وغنتهنى. غنقول وكلت امري لله كاع اللي ما وقفش معانا وغنشعل فيا العافية ونتهنى. هذا الحل هو اللي بقى ليا. حشومة فاش ولا كيتهدد بيا ما قالتش ندخل نخدم نخرج نخدم. مابقاش قاعد ندير والو. عندي جوج وليدات والمرأة حاملة. خاصهم يوقفوا معانا. السيد خرج من المحكمة ما يمكنش. المسؤولين جاو وقفوا معانا وداروا خدمتهم رجال الامن. ولكن فاش مشاو المسؤولين بدا الخوار. مو كانت قالت لينا مسؤول على والو. هذا دير هو والقيد ولا الله اعلم. ما مسؤول على والو. اش مسؤول؟ كيقول لك انا ولي لامين ديال السوق. حنا اللي كنعرفوا لامين ضارب معانا مع شي 22 عام ولا مع 30 عام. راه ضارب. انا باقي ما زيدش هو كاين في هذاك السوق. حنا كنحسوا براسنا ما بقيناش ما عندنا بحال ما كاين. استغفر الله العظيم. بحال تقول ما كاين اللي يحكم علينا. ما كاين. دابا انا كون درت شي حاجه كون طلعوا لي دغيا داوني عمروا لي صيفطوني للحبس. علاش؟ حيت فقير ما عنديش. عندي حاشا كروسه وبيه ما كندور نغوت في الدروبه طاطا ماطيشه الخضره حيت كنجيبها بعرق الكشافي ومن اللي كيشدوها فابو. الحمد لله حنا في دوله حق القانون وغيتخلي. وكنتمنى من المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين ومن جلالة الملك وعاش الملك وعاش الملك. وحنا في محكمة السيناف كنتمناو من وكيل سعادة الرئيس الله يرحم لك الوالدين إلا بغيناك توقف معانا. وكيفاش خرج هذا السيد وبغينا نعرفوا علاش خرج وكيتهدد بينا البارح باللي كير. كيف ما سمعنا دار مجموعة من الخروقات اللي مين حي البراكة ضرب اليديه. هذا الشيء كاين معقول ومع الناس بزاف راه فوق من راه بزاف ديال الالتراج. اش فاش كتشوف جو اش غتقول؟ الالتراج كيدور يتعداو على بنادم. دابا هو ما بقاش بوحدو ولاو بزاف ديال الابراج كيدور يتعداو. حيت حنا درنا وليدات بقينا باغيين والو. انا بغينا القانون. علاش مشينا للقانون؟ بغينا نطبقوا القانون. الله يرحم ليكم الوالدين والله يرحم ليكم الوالدين اللي ما وقفوا معانا. وعاش سيدنا وعاش سيدنا وعاش سيدنا. وهذه رساله ليك سيدنا الله يرحم لك الوالدين. المسؤولين يوقفوا معانا يوقفوا معنا. هاد الناس غتعداو عنا غير بكينا. كحسيت براسي كراجل وكنبكي في فيديو. حشومه عيب عيب هاد الشي راجل كيبكي وما تاخذوش ليه حقه. وعنده وليدات. انا خايفه على عائله حيت الا مشيت سرت واحد العائله نفسي ما غتهنينيش غتعذبني. كان واخا مشيت الحبس واخا مت غتعذبني حيت عندي وليدات. درت وليدات خاصني نقد بيهم. هاد الناس هادو راه بزاف. الله يرحم الوالدين اللي ما خذوا لنا حقنا. وكنطلبوا من الله يا ربي كاع اللي ظالم تاخذ في الحق. وخا تكون من نفسي شتي تكون من نفسي ظالم تاخذ فيا الحق يا ربي. وكما هذوك الناس كيتعداو عنا وكيوقفوا معاهم شي رجاله ديال الامن كيقول عندي الدرا صحاح. كيفاش عندك الدرا صحاح؟ هادشي ما كاينش عند دوله حق القانون ما كاينش. لا كيقول اقسم بالله تا كيقولها كيقولها كيقولوا انا واقفين معايا الدرا صحاح وجيبي. وفلوس السوق كنهبطهم للكوميساريه وكنجمع هذوك فلوس السوق كنهبطهم للمخزن. حنا عارفين المخزن ما فيهش هادشي ولكن هو فاش كيقول هادشي اش بقى؟ ما بقى والو. الله يرحم الوالدين الا ما وقفوا معانا. قلت كما قلت لكم انا الناس المسؤولين غيجيشوا زعزعشوها وخداو لنا حقنا. ولكن فاش مشيتو نتوما
انا شاك انا شاك رجعوا تمديل عاودوا لي دوسي اخر سيري شافي كاش ما تدفعوش بزاف د الحوايج كيبانوا لك يبان لك داروا لي الوراق ديال المسطين تا هما يقدروا يديروا والي ولكن الا مسطي غيتحاق بلاصه المسطين انت اللي تسطيتي تسطيتي يلا خرجتي في شهر سبعه كتهدد بيا من شهر سبعه عباد الله هو كيتهدد بيا عنده سوابق عليا على خويا على الاخ ديالي ضاربو مارسو من يدو ضاربو راسو مزعزعو من واحد العرق شي ثلاث شهور مع شهورين ما بقاش درنا لي لي ريم وهذوك اللعيبات ديال السكانيرات وهادو عطاو شي دواء تا مطردقو ضاربو بالموس هبط عليه ست شهور ديال الحبس خرج قال لي كما صيفطتيني انت وخوك حيت خويا مشى خدم خدام شركه ما كيجيش هنا في محمديه خدام ما كيجيش هنا انا اللي كاين هنا كيوقف عليا غندير لك غندير لمك غندير لك غندير لك غندير لك واش شفتي بزاف مي ولات كتبكي في فيديو مي اللي ولدتني كتبكي اش بقى كنا درنا له الفيديوهات قال كاع اللي دار شي فيديو غادي يخلص وغا بالفري داز لهادو من الاولين واحد الناس اللي بغا غيرك دخل عليهم جاب الجوقه داخل عليهم حتى لدارهم انا غزيت مراتي ولادي قالوا لي لا صونوا عليا شي ناس راه جاي عندك ما كنعرفهمش من جاتهم من مرتي الله اعلم وانا ما كنعمرش معاهم راه جايين عندك راه مجموعين انا قلت نهز مرتي ونجي لمحكمه السيناء تاخذ لي حقي ونبقى فيها تما نسكن هنا حتى جاوا جو قتلوني.